بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لإمامنا النووي. قال: فصل. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين. اللي بده يعلم ما بيصير يتكبر على المتعلم، وإنما يتواضع. قال: بل يلين لهم ويتواضع لهم. هذا يقتضي من باب أولى إنه ما بيصير المعلم يضرب المتعلم، خاصة أن هذا المتعلم جاء ليتعلم القرآن، فلا يضرب ولا يهان ولا يذل ولا يساوي إليه، وإنما يبسط له جناح التواضع. قال: بل يلين لهم ويتواضع لهم. قال: فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده. يعني في موضوع التواضع جاءت أحاديث كثيرة، أن يتواضع الإنسان لأخيه الإنسان، أن يتواضع المسلم لأخيه المسلم، أن يتواضع الجار لجاره، الصديق لصديقه. تواضع صفة من صفات المسلم، فكيف لا يكون التواضع مع المعلم في تعليمه المتعلم؟ من باب أولى، هيك عم يقول الشيخ الإمام النووي، من باب أولى. فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده. المعلم كالأب والطلاب كالأبناء، فالأصل في الأب الرحمة في الأبناء. ورب العالمين يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، قال: ولو كنت فظاً. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الحقيقة لنا، لكن لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام رأس الكلام. إذا كان هيك النبي صلى الله عليه وسلم، معناته نحن من باب أولى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفو عنهم. هذا من التواضع، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال: فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن. عم يشتغلوا بالقرآن جايين. والله أنا أذكر كنت أطلع من مدرستي إلى المسجد، جامع القاعة، جامع الشيخ حسين قطاب، شيخ قراء الشام، أطلع من هون وروح رأسا لهم. يعني المسجد أخذ عقلي، وكان في دوامين ظهر وصبح، فإذا دوام الظهر كون بالجامع وأطلع منه على المدرسة، وإذا دوام الصبح أطلع من المدرسة وأجي مباشرة لوين؟ على المسجد. فمن كان هذا حاله فينبغي أن يتواضع له. وكل وقت القرآن الكريم فضل الله عز وجل، يعني ختمنا ونحن أطفال فضل الله سبحانه وتعالى. قال: مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة، فيهن عم يشتغلوا بالقرآن، فلا بد أن يتواضع لهم المعلم. وأيضا يصبح بين المعلم والمتعلم حق الصحبة، مع ما لهم عليه يعني على معلمهم من حق الصحبة وترددهم إليه. رايحين جايين لعنده، رايحين، وهي الكلمة رايحين جايين لعنده، يعني لحتى يحفظ الطالب القرآن بيعد له سنوات، وفي كل يوم يقرأ، في كل يوم يقرأ. هذا يولد حبا، هذا يجعل هذا الطالب ينتمي إلى هذه العائلة، عائلة القرآن. يعني بيصير بين الطالب والأستاذ حب حقيقي. طيب أحيانا بعض الناس بيذكروا هذا الحب مثل ما الولد يكون عاق لأبوه، مو في أولاد بيكونوا عاقين لآبائهم، كذلك في بعض الطلاب بيكونوا عاقين لأساتذتهم. قال: فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. يعني اللي بده
يكون معلم بده يلين، يعني يلين الجانب يعني التواضع لمن؟ للطالب. واللي بده يتعلم بده يتواضع كمان مع من يتعلم منه. أما في بعض الناس اللي كنا عم نحكي عنهم، شو قال عنهم الشاعر؟ وكم علمته نظم القوافي، أنا علمته شلون ينظم الشعر، يسوي قوافي الشعر، فلما قال قافية هجاني. لما تعلم أول واحد راح هجامي أستاذه، يا لطيف دعاه وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. والله أنا يا جماعة كلكم هيك قصة باب التوثيق التاريخي. إجا عندي واحد أبدي أذكر اسمه، قال لي أستاذ، لا مو هون الشام، قال لي أستاذ أنا بدي أقرأ مع كتاب المعرفة في بيان عقيدة المسلم بأشياء كريمة. تكرم، قال لي مشان البركة حابب يكون أول درس ببيتي، بيته بالدحديل يعني. فرحت على بيته وبدأنا أول درس بالكتاب، قرأنا كم درس وبعدين ما عاد فيه. غاب سنوات يا شيخ أبو محمود، سنوات ما عاد شفته، بس قرأ معي يعني قرأ معي بشكل جيد. بعدين أنا كنت بتعزية، خلال السنوات هذول راح في نحن العلماء في الطبقة الأولى، طبقة صف أول نسميهم، طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة، راح على طار، رحنا عند الشيخ صادق حبنكي الله يرحمه، كبار علماء الشاب أخوه للشيخ حسن حبنكي. المهم بعدين أنا وقاعد عم تعزي عم بلقي كلمة، ما لقيته غير دخل، هذا اللي قال لي بدك تقريني وبدي أول درس يكون ببيتي، وقف هيك ما سلم، قال لي هيك وضربني زورني زورة إنه أنا كبر. في ناس بس يعرف يحكي له كلمتين لما يشوف أستاذ يا لطيف فعلا مثل الولد العاق، وما قال السلام عليكم، دخل وجلس ولا سلم. أنا لما أشوف أستاذي بيجي بوس إيده قدام الناس كلياتها. أنا مرة قلت له الشيخ وليد إذا هلأ بيدخل هيك، مرة كنا قاعدين، إذا هلأ بيدخل الشيخ ريم أنا بقوص ببوس إيده، ما بقعد حتى قدامه، بقعد هنيك يعني أستاذي علمني. فسبحان الله. فالمهم قال جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لينوا لمن تعلمون، تواضعوا يعني لمن تعلمون ولمن تتعلمون، من كمان الأستاذ الذي يعلمك بدك كمان تتواضع له. قال وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. يعني شو معناته يضع التراب؟ يعني يشكر الله. يا جماعة احنا كانوا يقولون مشايخنا سيراميكة واحدة بتنحط بالمحراب واحدة بتنحط أجلك الله بالتواليه، يعني شو اللي خلى هي نفس المعمل ونفس الماركة ونفس مو في أول تاني نخب، نفس النخب هي جابوها حطوها بالمحراب وهديك أخذوها حطوها بالتواليت والعياذ بالله. انت ربك سبحانه وتعالى يا زيد يا عمر اختارك من بين الناس كلها، وين حطاك؟ بالدعوة إليه تدل عليه، ما حطك تدل على فلان وعلتان أو تمدح رقاصة أو تذكر أهل الفسق والفجور بخير، جعلك تذكر الله بخير وتدل الناس على الله. في نعمة مثل النعمة، لذلك قال أبو أيوب السختياني رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. والله جمعنا رب العالمين هلأ نحن بمجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدي شكر والله أقامني الله وخلاني أحفظ القرآن وأنا طفل، والله بدي شكر. هذا وسيم حفظ كتاب الله من سنتين هلأ دخل بال14، بدي شكر لما ما بدي شكر؟ ما في ناس منحرفة بالشوارع؟ هي بدها شكر. الله عز وجل يثبتنا، اللهم اجعلنا أهلا لما أقمتنا به، اللهم كما أقمتنا على خدمة دينك فلا تنزع منا هذا الخير أبدا حتى نلقاك وأنت عنا راض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.